اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف، وقد وجه السيد الرئيس بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهوريه بحيث تكون جامعه لكافه الانشطه الدعويه ومقارئ القران الكريم ومناره لنشر صحيح الدين على امتداد رقعه الجمهوريه مع مراعاه حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحه مناسبه لها وذلك الى جانب رفع كفاءه المساجد الرئيسيه الكبرى في كل محافظه واستكمالا لجهود الدوله لنشر الخطاب الوسطي المستنير لصحيح الدين وترسيخ اسسه السليمه والتي تجاوز صداها نطاق مصر المحلي عرض السيد وزير الاوقاف جهود الوزاره من خلال الدورات التدريبيه لبعض الائمه والوعاظ والقيادات الدينيه في القاره الافريقيه وذلك بهدف نشر ثقافه لغه الحوار والايمان بالتنوع وقبول الاخر وقد عرض السيد وزير الاوقاف مستجدات البرنامج المطور لتدريب الائمه الجدد ونتائج مسابقه تعيينهم لانتقاء افضل العناصر من الناحيه العلميه والثقافيه حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج تدريب الائمه بما يساهم في صقل شخصيه الائمه وفكرهم الدعوي والثقافي على نحو عصري يساعدهم على تكوين رؤيه واقعيه في اطار فكري مستنير وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليوني جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، والتي تتناول حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن. كما تم عرض خطه وزاره الاوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم دعويا ومجتمعيا وذلك من خلال تكثيف الانشطه الدعويه ومقارى القران الكريم خلال الشهر الفضيل فضلا عن اسهام الوزاره في خدمه المجتمع من خلال المشروعات المجتمعيه كسقوق الاباحي والاطعام وتوزيع السلع الغذائيه على الاسر الاولى بالرعايه وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين وجهات الحكم الم. على مستوى محافظات الجمهورية وعرض السيد وزير الأوقاف أيضاً جهود الوزارة في مجال الترجمة والنشر، خاصة أحدث ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى عدد جديد من اللغات، والتي سيتم طرحها خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بهدف نشر صحيح الإسلام فيما يتعلق بتفسير معاني القرآن الكريم بعيداً عن أي تحريف أو غلو، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي كما تابع السيد الرئيس كذلك نشاط هيئه الاوقاف وجهود تطويرها والتي انعكست على الزياده المستمره في ايراداتها حيث تطورت ايراداتها خلال عام 2022 الى حوالي ملياري جنيه بالمقارنه بما يقرب من 600 مليون جنيه في عام 2014. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيده نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي الاجتماع تناول متابعه برامج حمايه الفئات الاولى بالرعايه خاصه الايتام والاطفال فاقد الرعايه الاسريه وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعايه البديله الذي يوفر كافه سبل الحمايه للفئات الاولى بالرعايه مشددا سيادته على اهميه قيام كافه الجهات المعنيه من وزارات وجمعيات اهليه بتركيز جهودها على توفير كافه سبل الرعايه لتقديم الدعم والحمايه المتكامله للاطفال الايتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعايه المؤسسيه والاسريه المقدمه لهم لتوفير بيئه مجتمعيه صحيه لتربيتهم كما وجه السيد الرئيس بتقديم كافه اوجه الدعم لمسانده حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه في كافه مناحي الحياه كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليميه والعمل والمواصلات موجها سيادته في هذا الصدد برعايه المبادرتين اللتين اطلقتهما وزاره التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر قادرون باختلاف وهما مبادره الاتاحه لتوفير البيئه والتكنولوجيا اللازمه لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة أحسن صاحب التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كافة قواعد البيانات، وجه السيد الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكيًا بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين ودراسة أفضل السبل فعالية لعلاج أسباب الغرم. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت كذلك جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة. مع تقديم كل سبل الحمايه المجتمعيه الممكنه لهم للحيلوله دون التعرض لظروف معيشيه قهريه تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع